أطلقت ألمانيا المرحلة الثانية من قانون تسهيل هجرة العمالة الماهرة واعتراف الشهادات وإجراءات تصريح العمل. وبموجب القانون سيتمكن الأشخاص القادمون من خارج الاتحاد الأوروبي والذين لديهم تعليم مهني أو جامعي معترف به رسميا في بلدانهم الأصلية وخبرة عمل لمدة عامين من العمل في ألمانيا من دون الحاجة للاعتراف بشهاداتهم. نتابع هذه المادة ثم نعود للنقاش. وللنقاش ينضم إلينا الصحفي عباس الديري من برلين. أهلا بك أستاذ عباس. أستاذ عباس، بداية لو تحدثنا عن تفاصيل هذا القانون. مساء الخير، أسأل الله أوقاتكم. بالحقيقة القانون يخدم الجالية الكبيرة من السوريين حتى من العرب أيضا، كونهم يحملون يعني شهادات مهنية في بلدانهم الأصلية وأتوا إلى ألمانيا قبل عدة سنوات، وبإمكانهم خلال الفترة الوجيزة المقبلة أن ينخرطوا في سوق العمل وأن يعتمدوا على نفسهم ويوفرون على الدولة الألمانية ويوفرون على أنفسهم الوقت والجهد والمال. القانون يتيح لهم من خلال شهاداتهم المعترف بها في بلدانهم الأصلية أن يعملون في ألمانيا إن كان لديهم خبرة لا تقل عن سنتين، كما أنهم يمكنهم أن كما أن ألمانيا يعني تحتاج لهؤلاء المهنيين للعمل في سوقها. وفي تقارير سابقة في الحقيقة في نهاية العام الماضي أصدرت العديد من المعاهد الألمانية أن ألمانيا تحتاج إلى ما يقارب مليون عامل ممتهن أو صاحب مهنة لسوق العمل الألمانية، وهذا ما تم الاتفاق عليه أيضا في الاتحاد في مفوضي الاتحاد الاوروبي والمعنيين باللاجئين كي يسهلوا ويوفروا الوقت للاجئين حتى ينخرطوا في سوق العمل الاوروبيه بشكل عام. وبالتاكيد ما يهم هذه النشره هو الشان الالماني، كون العدد الكبير من اللاجئين السوريين متواجدون في المانيا بالتاكيد سيكون هناك يعني عدد كبير جدا من السوريين سيستفيدون من هذه القرارات الجديده، كون العدد الاكبر من السوريين الذين اتوا في عام 2015 هم من حمله الشهادات المهنيه اي ما يعرف بالمعاهد. في البدايه كانت المانيا ترفض الاعتراف بهذه المعاهد او بهذه المهن،
وتطلب منهم أن يتقنوا اللغة الألمانية أو يصلوا إلى حد معين من اللغة الألمانية، من ثم يتجهوا إلى تدريب مهني. قد يصل التدريب المهني وحده إلى 3 سنوات، وبعد ذلك سيكون لهم مسموح لهم بالعمل. أما الآن بما يخص هذا القانون الجديد، سيكون من الممكن جدا أن يعملوا كونهم لديهم خبرة ما لا يقل عن 2. إذن وما هي المجالات التي نتحدث عنها هنا في هذا التقرير؟ بالتأكيد يعني ألمانيا تحتاج ما يخص بالرعاية الصحية، كون يعني عدد كبير من الفرص العمل موجودة في ما يعرف بالألتنبفليغة أو ما يعرف باللغة العربية هو الرعاية الصحية لكبار السن. سيكون فرصة كبيرة جدا. التمريض أيضا، يعني قسم الرعاية الصحية هو القسم ذو الحظ الأكبر للراغبين بالعمل في ألمانيا. بالتأكيد هي أجور أقل قليلا من التي يحصلونها الألمان، لكنها تعتبر أجور جيدة ويمكن العمل بها، ويمكن أن يكون هذا الشخص أن يؤمر على نفسه حتى على عائلته من خلال عمله، وأن يوفر أيضا بعض الشيء. إذا نستنتج من كلامك أن الأطباء أو من يعمل في المجال الصحي يمكنه العمل بألمانيا من دون تعديل الشهادة؟ لا، لم أقل أطباء. الأطباء بالحالة الطبيعية هم جامعيون. نحن نتكلم عن أصحاب المهن التي هم معاهد، يعني 3 سنوات أو أقل. هي التي كان غير معترف بها في ألمانيا. أما أصحاب الشهادات الجامعية، هو بالتأكيد يمكنهم أن يقدموا على الاعتراف ويحصلون على الاعتراف بشهاداتهم خلال وقت يمكن أن تطول سنة واحدة فقط، ومن ثم يمكنهم أن يعملوا بشهاداتهم. أما أصحاب المهن المعاهد يعني لا يمكنهم في القوانين السابقة أن يعملوا في ألمانيا، ولا تعترف ألمانيا أيضا على شهاداتهم، وهذا ما كان مجحف في الحقيقة، كون عدد كبير من الوافدين إلى ألمانيا أو من الوافدين اللاجئين إلى ألمانيا هم من أصحاب المهن الذين ليس لديهم شهادات جامعية. الآن الفرص كبيرة جدا أن ينخرط عدد كبير من السوريين في سوق العمل الألمانية. وتسهيل الاعتراف بالشهادات الأجنبية اليوم في ألمانيا، ما هي الاختصاصات التي تفرض ألمانيا معادلة شهاداتها؟ كل الشهادات يجب أن تعادل في ألمانيا. كل الشهادات التي تعتبر خارج الاتحاد الأوروبي مفروض على الشخص الوافد القادم إلى ألمانيا أن يذهب إلى دائرة تعديل الشهادات ويقدم طلب ويدفع رسوم، ومن ثم ينتظر الوقت. وهي دولة بيروقراطية أيضا في ألمانيا، يجب عليه ينتظر شهران 3 4 إلى آخره حتى يتم تصديق وتعديل شهادته ويمكنه بعد ذلك العمل. ولكن التي يمكن أن نقول أنه من خلال هذه القوانين هو اختصار للوقت، اختصار للمصاريف الزائدة على الدولة الألمانية، كون الدولة الألمانية يعني كانت تصرف على الشخص الواحد عندما يصل إلى ألمانيا تقريبا 2 إلى 3 سنوات حتى يتعلم اللغة الألمانية، من ثم يذهب إلى التدريب المهني أيضا 2 أو 3 سنوات حتى يتقن مهنة ومن ثم يعمل. يعني حد أدنى يحتاج الشخص إلى 6 سنوات حتى ينخرط في سوق العمل. القوانين الجديدة تختصر على الشخص القادم إلى ألمانيا بالانخراط في سوق العمل. هذا القانون تطرق أيضا لما يسمى بالعقد الجماعي، هل لديك أي معلومات عن هذا العقد؟ العقد الجماعي حسب ما يعني يمكن أن قرأته في الصحف الألمانية هو يعني اتفاق بين أصحاب الشركات أو أرباب العمل وجمعيات معنية بالعمال، يعني جمعيات العمالية، حتى يتم حماية العامل وبنفس الوقت حماية الشركات من العامل، حيث أن لا ينحدر راتبه ولا يكون منخفض راتبه عن الحد الأدنى من الأجور. نحن نقول عن الحد الأدنى من الأجور في ألمانيا منذ عام 2021 أصبحت تقريبا 13 يورو، كانت سابقا 9 يوروات، أما الآن هي ارتفعت قليلا. وبالتأكيد هذا التضخم أثر على الساعات، على سعر أو أجر ساعة العمل. نتوقع أن يكون هذه الاتفاقية أو اتفاقية النقابات وأصحاب العمل هي في مصلحة العمال، سواء كانوا داخل ألمانيا حتى والراغبين إلى الوصول إلى ألمانيا، يمكنهم العمل ويمكنهم أيضا أن يستفيدوا من بعض الميزات القانونية التي تتيح بحمايتهم بعد ان تم رفضهم او ان تم الاستغناء عن خدماتهم. يمكنهم ان يتجهوا الى
الى دائره او ما يعرف بالجوب سنتر بدايه العمل، كون القانون سابقا لا يتيح لهم من ياتي الى المانيا في بعقد عمل يجب عليه ان يعمل حد ادنى من 6 الى 12 شهرا حتى يتم تسجيله في دائره العمل. اما في الايام في القانون الجديد سيتيح للموظف او العامل القادم الى المانيا حديثا ان يتم تسجيله تلقائيا بعد ان يوقع العقود مع ارباب العمل. اذا ما اهميه هذا القانون بالنسبه للراغبين بالهجره الى المانيا، وايضا لو نتحدث عن ضمن مناخ الاستقطاب السياسي الذي تعيشه البلاد اليوم؟ في الحقيقه الميزات التي يحملها هذا الاتفاق الجديد او هذا القانون الجديد سيكون هو تسهيل لليد العامله او قدوم يد العامله الى المانيا، وخصوصا ان المانيا هي في حاجه. بكل تاكيد الكل يعرف ان المانيا في نهايه العام الماضي اجرت اتفاقيات مع الهند والبرازيل لاستقطاب الممرضات، كون الحاجه ملحه جدا في هذا الاختصاص. اما الان المانيا تعرف نفسها انها هي دوله اقتصاديه، دوله شركات وانتاج، وتريد يد عامله مهنيه او ماهره حتى تستطيع ان تواكب ما يحدث في العالم من تضخم اقتصادي، من تضاعف اسعار الاجور الساعات الى اخره، وما يؤثر بالتاكيد على الشركات. هي ستتيح للراغب الوصول الى المانيا ان ياتي باقل التكاليف حتى يذهب الى سوق العمل باسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا لك صحفي عباس الدري، كنت معنا من برلين. شكرا لكم. صحيح. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة لم الشمل لليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.